أعزائي مشاهدي ومتابعي كيرو لايف في القاهرة 24 من الأقصر، معكم ياسر العطيفي وشرطي مرور صغير زي ما حضراتكم شايفين، فتى نفسه يبقى ضابط فبيلبس لبس الضابط وينزل يشاور لعربيات المرور ويعدي عربيات المرور في الأقصر في مشهد جميل ورائع. الأجمل من كده أن كل ما تعدي عربية شرطة يديلها تعظيم سلام. ازيك يا حضرة الضابط؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. اسمك ايه؟ أحمد. عندك كم سنة يا أحمد؟ عندي 10 سنين. انت بتحب عايز تبقى ضابط لما تكبر؟ اه. انت بتدي في سنة كام؟ داخل سنة 5. سنة 5؟ اه. كل يوم بتقف هنا وتنظم المرور وتظبط الدنيا؟ وشوفنا حاجة حلوة، كل ما تعدي على عربية شرطة تديها السلام، صح؟ آه. بتعمل ايه لما تشوف عربية الشرطة؟ بديها التحية. ازاي؟ وريني. ربنا يوفقك يا حبيبي، ربنا يوفقك. شكرا يا محمد. السلام عليكم. مع السلامة.